طاف الشيخ عبد الرزاق مشيرب خطيب جامع بالنابي جامع التكبير في طرابلس، يعني رجل كان يخطب على حصار درنا وضد يعني هذا الحصار ويتكلم عن حفتر وجرائم حفتر. بالأمس شيخنا يعني اختطف من بيته وروع أهله وأولاده، ومن بين أهله اختطف يعني وهو موظف تابع وزارة الأوقاف، رجل رسمي يعني تابع وزارة الأوقاف، فهو يخطب منذ زمن بعيد. يعني شيخنا بالله تعليقكم على هذه الجريمة؟ يعني هو يا شيخ عباس حتى لو لم يكن تابعا للأوقاف، ترويع المسلم بصورة عامة ما لم يقترف جرما كقتل نفس إلى آخره لا يجوز ترويعه أبدا، وقد وردت الأحاديث في ذلك المحذرة من ترويع المسلم. حتى قضية لما تريد أن تعطيه موسا أو سيفا أو رمحا، بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم الأدب في ذلك، أن تعطيه النصل، تعطيه الجهة الثانية الغير مؤذية، حتى في الموس والسيف والرمح وما إلى ذلك. فترويع المسلم ممنوع معروف، يعني نحن لا نروع أحدا إلا إذا حارب الله ورسوله. ومعقول يعني أحد الخطباء المعتدلين يعني يروع حتى الترويع مش يختطف، ولكن ماذا نفعل؟ نعم ليس لدينا إلا الدعاء والتذكير، حسبنا الله ونعم الوكيل. نذكر هؤلاء المختطفين، نعم أي والله، نذكرهم بأن الآخرة قريبة جدا من كل شخص، إما عام أو عامين أو أشهر أو حتى 20 أو 30 عام، وسيوضع في حفرته وليس معه أحد ممن يوعزه بأن يفعل كذا ويفعل كذا، فماذا يكون جوابه أمام الله سبحانه وتعالى؟ فنسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية.